تحل اليوم الذكرى 46 على رحيل الفنانة ماري منيب، إحدى أشهر فنانات الكوميديا في تاريخ السينما المصرية. تقرير التالي بيلقي الضوء على حياة الفنانة الراحلة، نتابع. عليها اسم النبي حارسها، تعالي في حضني يا حبيبتي تعالي. أشهر حموات السينما المصرية وأكثرهن كوميدية، إنها الفنانة الراحلة ماري منيب التي تربعت في قلوب الملايين عبر أدوارها الكوميدية. ولدت ماري منيب في دمشق في 11 من فبراير عام 1905، وانتقلت عائلتها بعد ذلك إلى مصر لتعمل في بداية شبابها كراقصة في الملاهي الليلية، ثم تحولت للتمثيل المسرحي وانضمت للعديد من الفرق مثل علي الكسار، ولكنها استقرت في فرقة نجيب الريحاني التي صنعت شهرة ماري منيب عبر العديد من المسرحيات، أشهرها العشرة الطيبة، إلا 35 يوم في السجن. وعلى الشاشة الفضية بدأت مسيرتها في الثلاثينات من القرن الماضي، ورغم تعدد أدوارها إلا أنها اشتهرت بدور الحماة ولكن في قالب خفيف الظل. وعبر مسيرتها السينمائية قدمت ما يقرب من 200 فيلم، أشهرها الحموات الفاتنات، الستات ما يعرفوش يكذبوا، وأم رتيبة. هادي يا بينهم الحقني بسلطانية الترس. مندل أنا أجيب الترس يا سيد. انكتم يا واد، خلينا نشوف شغلنا، دي الحكاية باين عليها جد. وكان آخر أعمالها لصوص لكن ظرفاء قبل وفاتها في 21 من يناير عام 1969.